الجروح المفتعلة قلنا في مكان غير خطير، وقلنا غالبا بيكون الجرح قطع سطحي يعني بموس او بمطوة، لكن اخواننا الصعايده لما بييجوا يعملوا جروح مفتعله بيعملوها بالسلاح الناري ده كتير، والله كتير جدا يعني. مش نعم هو بيروح جايب جايب الفرد ويروح يجي على عضله السمانه بتاعت رجله ويروح لازق الفرد هنا. ليه بيلزقه كده؟ عشان يضمن ان المقذوف هيمشي يحف في الجلد من الخارج، ما يعملش فتح دخول وفتح خروج يوم يكسر العظم والاوعيه الدمويه، لا يمشي يحف، بيعمل حاجه اسمها جرح ناري مماسي. وبعدين يروح لابس، يروح معلق الجلابيه، هو طبعا قلع الجلابيه الاول، بعدين يعلق الجلابيه بتاعته ويروح معلقها على حاجه وضارب عليها طلقه، نيجي نلبسه الجلابيه نلاقي الاصابه في الجلابيه ناحيه رجله اليمين وفي رجله، والاصابه في رجله الشمال. ماشي؟ نقيس الارتفاع هنا نلاقي الارتفاع هنا مختلف عن الارتفاع اللي في رجله. نلاقي هنا في علامات قرب اطلاق نار زي ما هنشوف بعد شويه في رجله، وفي الجلابيه ما فيش فيها علامات قرب اطلاق نار. نعرف ان ده جرح مفتعل. ما تغلطش في الصعيده. مهم قوي. خلي بالك. ماشي. خلي بالك الحاجات دي هتلاقيها كتير يعني. نعم. انا بقول في الصعيد بتبقى موجوده كده. لان البيئه بتاعتهم السلاح الناري زي الرز، الصعيدي يبيع كل الجاموس اللي عنده عشان يجيب السلاح، لازم يبقى عنده آلي في البيت. ما تصدقش ان مفيش صعيدي ما عندوش آلي، لازم عنده آلي في البيت. طيب نعم ما سمعتش. خلي بالك هياخد الطار منك اهو. طيب من مميزات الجروح المفتعله كمان، انا لو بعمل اصابه في واحد لازم يتحرك، مش كده؟ مفيش واحد هيعمل اعمل فيه اصابات وهو واقف زي التمثال. فالجروح المفتعله لازم الشخص لو بعمل جروح عاديه لازم الشخص يتحرك، لكن في الجروح المفتعله هتلاقي الجروح كلها ماشيه مستقيمه متوازيه. يعني بص الست دي مثلا، بص الاربع اصابات دول كلهم ماشيين، ولا واحدة نزلت نص سم زيادة، كلهم ماشيين مستقيم متوازية والكلام ده. دي إصابات مفتعلة. نيجي بقى للعملة المعدنية. الواد ده قال الظابط ضربني بعصاية، فعايز يعمل إيه؟ كدم شريطي مزدوج مستقيم. قلنا لازم المسافة بين الشريطين تفضل إيه؟ تعالى بص المسافة بين أي شريطين. مسافة ماشية كويس أهو بين الشريطين دول، قفلوا على بعض، تنفع؟ بص هنا المسافة ماشية كويس، قفلوا على بعض. بص هنا المسافة واسعة واسعة عمالة دي، قفلوا على بعض. بص هنا معدية فوق العمود الفقري. ما تنفعش، لأن أنت لو بتضرب واحد بعصاية، العصاية هتيجي على يمين العمود الفقري ويسار العمود الفقري، الحتة اللي في النص دي منخسفة فما تخشش فيها العصاية. على طول نعرف دي إصابة إيه؟ مفتعلة. كلها مستقيمة متوازية كده، دي الإصابات المفتعلة. طبعًا العيال البلطجية دول يبقى الوشم ده حاجة أساسية لجسمه. كل واحد يقابله في حياته كاتب اسمه على ظهره وعلى دراعه. السي في بتاعه كله تلاقيه على ظهره وعلى دراعه. كلها إصابات بتواريخ مختلفة، هتلاقي حاجات عمرها يومين أهي. يعني دي عليها قش رطب أهي، عمرها يومين. حاجات هنا عمرها أسبوع أهي. حاجات هنا بقالها ست شهور. حاجات بقالها حوالي سنة. حاجات بقالها ثلاث سنين. كل مكان يلاقي نفسه فاضي. يعمل في نفسه وصول. في حد هيقف في التاني وعمال يرسم فيه كده؟ على طول دي اصابات ايه؟ مفتعله، كلها اصابات مفتعله زي ما انتم شايفين. الواد ده اتعرض علينا مره فقلنا ان في اصابات مفتعله. اهي. فواحد بقى قال له ايه المره الجايه ما تعملهاش خط مستقيم عشان الطبيب الشرعي ما يعرفش يجيبها. فالواد جه بالموس بقى في تقعر في الاصابه، مبقاش خط مستقيم اهو. الراجل هرب بجد، خاف من الموس. مش الكلام مش ليك مش ليك. ماشي ماشي يا. ماشي. المهم ففي بقى ايه؟ ما ماشي في تقعر، مبقاش خط مستقيم.
وراح نازل على شكل رقم 7 وطالع عشان ما يبقاش خط مستقيم، 7 وطالع 7 وطالع، ده بيعمل رسم قلب زي ما انتم شايفين. مفيش واحد هيقف في الثاني عمال يرسم فيه سبعات وثمانينات على طول نعرف ان دي اصابات ايه. مفتعل الشخص بسبب الجيل اليمين بيعمل اصابات في الناحيه الشمال.